اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلاة ترضى بها عنا إلى يوم الدين. اللهم ارحم امواتي واموات المسلمين. عاملين ايه يا احلى بنات في الدنيا؟ احب اشكركم جدا على تفاعلكم اللي في الفيديو اللي فات، بجد بحبكم جدا، وعمري ما طلبت منكم ان انتوا تتفاعلوا معايا في فيديو الا وتفاعلتوا. واحب اشكر كل الناس اللي دخلت وبركت لي على البيبي الجديد، شكرا جدا ليكم، وربنا يسعدكم وربنا يرزق كل مشتاق يا رب العالمين. هنبدا يومنا النهارده يوم حلو ونشيط وفيه حكايات كتير، وفي خصوصا لو عندك اطفال فخليكي معايا لاخر الفيديو. وهل توافقيني الراي ولا لا؟ اخبطي اللايك الجميل واكتبي لي في الكومنتات احلى مسا عليكي يا نوجة، واذكروا الله في 5 كومنتات ولكم الاجر ان شاء الله لكل من قرأ الذكر بتاعكم. هنا بقى انا عملت الفطار لاولادي الصبح وفطرتهم، بدأنا يوم بدري نشيط طبعا، ودي مش عادتنا ان احنا من ساعة ما خدنا الاجازة بنصحى متأخر على الظهر او بعد الظهر، لكن قلنا بقى نفوق شوية ونفهم الغيبوبة اللي احنا فيها، لان احنا مقصرين جدا في حق اولادنا بالنسبة للتعليم وبالنسبة ان هم بقى لهم كتير قاعدين والكلام ده. فبدأت ان انا اخد خطوة ايجابية من ناحيتهم. فطرت وعملت كوباية نسكافيه كده او كافي ميكس، ده انا بحبه جدا جدا رغم ان الدكاترة بيقولوا ان هو بيأثر على العظم، بس انا بعشقه فمش هقدر استغنى عنه، هو العشق فعلا، زيه زي القهوة، لكن القهوة باخدها بعد الغداء في نص اليوم عشان اعرف اطبق يعني، او افضل اسهر لغاية بعد الفجر لغاية ما جوزي يجي وافضل قاعدة معاه والكلام ده. طبعا بحب اخد القهوة بتاعتي في البلكونة، لو عندي غسيل بنشره، او لو ما عنديش غسيل الم الغسيل، لو ما عنديش حاجة بقعد واقفة في الهوا شوية اشرب النسكافيه بتاعي، وبعد كده بروح اشوف هنعمل ايه. شربت بقى النسكافيه بتاعي وبدأت ان انا بصوا هنا كنت بقول لكم، بصوا كان في عصافير واقفة بس الكاميرا ما عرفتش تجيبها، عش عصافير كده محطوط قدام البيت بتاعي، هو عصافير من العصافير اللي هي بتاعت ربنا دي، بتاعت الشجر مش عصافير حد بيربيها يعني. المهم وقفت بحب منظرها جدا جدا، وهي خير ورزق في المكان. وبعد كده نزلت علشان اروح اقدم لاولادي في انوار الحرم. انوار الحرم ده زي سنتر كده، في حضانه وفي دروس لكل المراحل التعليميه. فروحت وانا راجع بقى عديت على بتاع المنظفات، اشتريت اوكسي، اللي هو الاوكسي ده ب25 جنيه. بالنسبه للناس اللي قالت لي يا نوجة انت بتستخدمي ايه في الغسيل بتاعك، انا بستخدم اوكسي وبستخدم كوريكس الوان، ممكن لو في بقع او في حاجه في الهدوم بستخدم اللي هو الفلاش، فلاش ايه اللي هو الفانش، الفانش البودر او السائل، بس هو الفانش السائل بيكون احسن يعني احسن في الغسيل. جربت ده وجربت ده، جبت كمان اللي هو الفيري، وجبت سلاكة السنان، جبت لأولادي فرش للأسنان، جبت كمان معجون للأسنان، جبت كمان ايه، جبت زيت اللي هو دابر أملة بالياسمين، حلو جدا لشعر الأطفال. ان شاء الله الروتين الجاي لو حابين اصور لكم شعر بنتي والروتين اللي انا بعمله لها. جبت كمان الشاور بتاع الخوخ ده ممتاز جدا بعشقه. جبت سيجنال للأسنان، انا كنت عايزة سيجنال بالفحم لكن ما لقيتش غير السيجنال اللي هو العادي فجبته. وجبت بقى بعد ما نزلت من السنتر والحضانة كمان عشان انا قدمت القوشة، كل التفاصيل معايا في اخر الفيديو خليكي عشان تعرفي التفاصيل كلها. جبت ستيكر، جبت كمان كشاكيل، وجبت لهم اقلام طبعا عشان هم طبعا ضيعوا كل حاجة، فما عنديش يعني في قلم كده، ما لقيش قلم عندي في البيت، وانا من النوع اللي بحب ايه لو نسيت حاجة محتاجة حاجة من السوال حاجة اكتب، فعلى طول اقول لهم يا جدعان محدش يجي جنب القلم بتاعي برضو ما بلاقوش. فنزلت جبت لهم بقى قلام وجبت لهم براية واستيكة والكلام ده، وعديت على السوق جبت شوية حاجات بسيطة لاني ما غوطتش يعني في السوق، انا قدام السنتر بتاع انوار الحرم او حضانة انوار الحرم في كده بياعين بتوع خضار، فوقفت جبت منهم بقى فاكهة، جبت البلح اللي هو السعودي ده حلو جدا كان عامل الكيلو 35 جنيه، جبت عنب وجبت تفاح بلدي، جبت ورق عنب، وجبت فلفل
علشان نويت ان شاء الله اعمل النهارده كده محشي ورق عنب. جبت كابوتش كمان للسلطه او للفطار، وجبت طلعت كيلو او كيلو ونص ده لحمه ضاني، لحمه ما بتاعه الخروف اللي احنا ذبحناه مع بعض. لسه عندي لحمه بتاعه العيد في التلاجة كتير ما شاء الله اللهم بارك. فطلعت شنطه و قلت بقى الاكل ايه، اسيب اللحمه تفك خالص ويلا نخش على غرفه الاولاد نروقها ونظبطها. هنا روقت ال روقت هنا بقى السراير، و هي الاوضه الصراحه ما كانتش مكركبه قوي لان انا على طول برضو ايدي فيها وعلى طول بقعد ازعق لاولادي، لا اللي وقع حاجه يشيلها، اللي يلعب بلعبه يرجعها تاني في التربو، عامله لهم كده تربو للالعاب، اللي يرمي حاجه في الارض يشيلها. بقيت بقى ايه عندي عصبيه جامده جدا لان هم يعني الاطفال ما شاء الله اللهم بارك بيحبوا يعني لو الحاجه مكانها لازم يشيلوها ولازم يلخبطوا ولازم يشدوا ولازم يبهدلوا زي ما انتم شايفين كده. والسن بتاع ياسين ويونس ده سن صعب جدا، مش بيستوعبوا الكلام بتاعك. بس انا قريت قبل كده ان الطفل طول ما هو بيلخبط وبيشد وبيحط عارف ان ده طفل طبيعي جدا، بيحب ان هو يستكشف، بيحب ان هو يعني ايه يستكشف الحاجه اللي معاه. فانت ما تصديش ابنك، سيبيه يلعب وكده وحاولي تمسكي نفسك ما تتعصبيش زيي. انا اكتر واحده بتتعصب في مصر على اولادها، وكل ما اروق يبهدلوني الدنيا، فدي اكتر حاجه بتضايقني. فقررت ان انا اعمل لهم ايه زي جدول كده، هتلعب تشيل حاجتك. مثلا يونس تبع مريم، تبعها في ايه؟ ان مريم المسؤوله عن يونس والنصايب اللي بيعملها يونس، وخلي عينك على اخوك. زياد يبقى معاه اوشا، اوشا خلي بالك منه لو شد حاجه لو عمل حاجه، انت المسؤول عن رد فعل اوشا. فكل واحد من ولادي ليه اخ الاصغر منه هو المسؤول عنه في كل حاجه. فكده اريح لي، يعني لو ده بعد الحاجه مريم اللي هتقوم تروقها، لو ده اللي بعد الحاجه زياد اللي يقوم يروقها. وطبعا الصغيرين مش بيعرفوا يروقوا او يرتبوا قوي، لكن بقول لهم ساعدوا اختكم شيلوا ده حطوا ده ورتبوا الاماكن بتاعكم. هنا بقى دي الالعاب بتاعت مريم. جبت اللي هو المطبخ بتاع الاطفال ده، كنت جبته لها في العيد الصغير كان ب 350 جنيه ولا حاجه، وعلى الله العوض في الفلوس. لعبت بيه مره واتنين، لقيتهم بقى هيدغدغوه كده، فحرام 350 جنيه حرام. فاخدته وشلته كده على جنب، يعني عليته على الترابيزه علشان يونس وياسين ما يجوش جنبه ويبهدلوه. وهي لما تحب تلعب بيه بقول لها نزلي العبي بيه، ورجعيه تاني فوق عليه كده. جبت بقى الاستيكرات دي زي ما وريتها لكم، وده درج مريم الخاص بيها، بحط لها فيه التوج، بحط لها فيه الاكسسوارات بتاعتها، بحط لها فيه اللي هو التيجان بتاعت التوج دي، عندها ما شاء الله اكتر من التيجان دي مفيش. وده الميك اب بتاع مريم اللي هو العلبه اللي هي ميك اب الالعاب، انا كنت وريته لكم قبل كده في المشتريات. ببدا بقى ارتب التسريحه بتاعتها. طبعا ده درج مريم خاص بيها، بقول لهم ممنوع ان حد يجي جنبه علشان يفضل مرتب، وعلشان كمان ياخدوا ان في تنظيم. كل ما تعودي ابنك على حاجه بيقولوا ابنك على ما تعوديه وجوزك على ما تربيه، لا ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، اسفه على اللخبطه. فانت كل ما تربي ابنك ان الترتيب ونظام وكده بيبقى سهل. طبعا في ناس كتير قالوا لي ازاي بتقدري تسيطري على اولادك وازاي ما شاء الله بتعرفي ترتبي حالك وكده. عايزه اقول لكم انا ولا برتب حالي ولا بعرف انظمهم والله العظيم. اولادي اشقياء جدا زي اي اطفال، اولادي بيقعدوا يخربوا جدا زي اي اطفال وبيقعدوا يبهدلوا، وان انا اروق وبعد ثواني قليله يفضلوا يبهدلوا في الدنيا ده بيضايقني جدا. ويا سلام بقى جوزك يجي يقول لك هو انت ليه ما روقتيش، هو انت ليه ما عملتيش، هو انت ليه مهمله في الالعاب كده ومرميه ومعموله. ما يعرفش ان انا اقسم بالله حرفيا بروق الشقه ممكن 6 7 8 مرات في اليوم، والمره الطب بقى اللي بروق فيها بجد اللي هي المره اللي قبل ما محمد يطلع من الشغل، فبمسك الشقه يكونوا بقى ايه حاولت ان انا انيمهم او الكلام ده. وانا جايه من
الصبح قدمت لهم في حضانه انوار الحرم. حضانه انوار الحرم دي معروفه جدا في المساكن يعني. فروحت بقى قدمت لزياد ومريم الدوره اللي هي الصيفيه، بياخدوا فيها المنهج اللي هياخدوه ان شاء الله السنه الجايه يعني. زياد طالع سنه خمسه، فيدوا له منهج سنه خمسه كله من علوم ودراسات ورياضه وكده. بالنسبه لمريم طلع سنه رابعه نفس الكلام. بس طبعا انا مريم دخلتها دوره تكسيفيه مع دوره المدرسه. ليه؟ لان هي شويه يعني مش شاطره قوي زي زياد. يعني مريم في القراءه بتشتهدها لسه، لازم تشتهدها الكلمه قبل ما تقراها. لكن بسم الله ما شاء الله زياد بيمسك الكتاب يقراه لك كله. فبدات ان انا بقى اروح واهتم، لان خلاص حسيت ان الوقت ازف وان الولاد بداوا ينسوا كل حاجه خدوها، كل حاجه كانوا بياخدوها في المدرسه وكده. واصلا يعني حاسه ان المدارس الازهري الخاصه صعبه جدا في تعليمها، وصعبه جدا في موادها، وصعبه جدا عن تجربه. المدارس الازهري صعبه جدا. فطبعا كمان قدمت لياسين في الحضانه. طبعا انا كنت وديته قبل كده شهر وقعد يعيط ومش ما كانش حابب الحضانه. بس بعد كده خلاص نويت ان انا ان شاء الله والنيه لله ان انا خلاص اوديه، لاني حسيته بقى ما شاء الله هو كبير عنده اربع سنين، حافظ اغاني، حافظ اسامي شخصيات في الكرتون ممكن يكون نطقها صعب على بعض الناس. فانا مستغربه انت ازاي تعرف تقول الاسامي دي ومش عارف تحفظ واحد اثنين او وان تو او الكلام ده. فانا قررت ان انا ان شاء الله اوديهم بقى الدروس وارجع تاني لراجع ونذاكر. ودي الشنطه بتاعت مريم حاطه كمان فيها النضاره بتاعتها عشان اخواتها بيشدوها منها. وجبت لهم بقى كشاكيل مسطرات انجليزي، ولسه بقى هنشوف الميسه تختار منهم ايه، قصدي هتحتاج منهم ايه. طبعا دروس انوار الحرم الدوره التكسيفيه كلها الدوره في شهر 250 جنيه. انا طبعا موديه مريم وزياد وياسين الثلاثه ب 750 جنيه. فبجد حسيت ان المبلغ كبير، بس بعد كده رجعت وقلت لا مش كبير ولا حاجه. لما تصرفي فلوسك او حاجتك في التعليم احسن بكتير ما يطلعوا جهله، او يطلعوا ان انت موديهم مدارس خاصه غاليه جدا وما فيش تاسيس او ما فيش مراجعه، هيبقى الموضوع صعب. وانا ما اكذبش عليكم، انا ما بعرفش اقعد اذاكر معاهم مثلا انجليزي او اذاكر معاهم رياضه او الكلام ده. بالنسبه لرابعه وخمسه بذاكر لهم المواد اللي انا بعرفها بس، لكن المواد التانيه بحس ان هي صعبه عليا. فطبعا كل طفل بيحتاج ان هو يتاسس صح، فعشان يتاسسوا صح لازم ان يروحوا المكان الصح. طبعا انا انوار الحرم مجرباها من سنين فكويسه جدا جدا. فهنشوف ان شاء الله هيمشوا ويعملوا ايه، وهنشوف بقى ان شاء الله الدوره التكسيفيه هتبقى معاهم عامله ازاي. هنا انا حضرت الشنط بتاعت الدرس عشان ان شاء الله من الصبح. انا قدمت النهارده وبكره باذن الله هيروحوا الثلاثه يلتزموا. وطبعا ان شاء الله المدارس بيقولوا هتخش مش عارفه 9 10 بيتهيألي او 1 10، هي المفروض كنا بنخش 20 9. فلسه المدرسه ما اداش الاوكي بتاعها ولسه عايزه اروح المدرسه اشوف بقى اليونيفورم. طبعا عشان الاولاد كبروا فاليونيفورم اللي عندي بتاع السنه اللي فاتت صغر عليهم، وعايزه اجيب يونيفورم، عايزه اجيب كتب، عايزه اجيب ادفع مصاريف المدرسه. بندفع اكتر من 12000 جنيه. فكل واحد يدعي، كل واحد يقول الله يعينك، بلاش تجرح حد، بلاش حد يقول لي طب وانت ليه بتشتغلي وانت ليه بتصوري وانت ليه بتعملي، محدش بيعرف ظروف حد. كله بيشتغل وكله بيجتهد عشان خاطر ولاده، عشان خاطر ولاده يطلعوا احسن منه، وعشان خاطر ولاده يكونوا احسن من اي حد في الدنيا. اكتر يعني اكتر حد ممكن تحسي ان هو يكون احسن او منك او كده هو ايه. هشيل بقى عشان الشنط هنا عشان ان شاء الله الصبح يروحوا. عايزه اقول لكم اني زعلانه جدا والله العظيم وحزينه. تليفوني انا بقول لكم بس عشان تخلي بالكم، تليفوني ده اوبو تحفه جدا، بعزه جدا جدا جدا.
بصوا جاب ظهر بالشكل ده، بصوا المنظر عامل ازاي، وكمان جاب شاشه، لقيت مره واحده الشاشه اسودت والظهر كان بقى بالشكل ده. رحت عشان اعمله، او مش انا اللي رحت يعني، بيت جوزي يشوف لي حد يعمله، قال له هيتعمل ب 1000 جنيه، الشاشه تتغير ب 500 والظهر اللي اتدمر ده هيتعمل ب 500 جنيه. 1000 جنيه في لحظه، 1000 جنيه في 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 ايه، في رمشة عين. هتقولوا لي ايه اللي عمل فيه كده يا نوجة؟ هقول لك يعني ربنا على المفتري والظالم. الله يهديك يا ابني يا يونس بجد، الله يهديه ويصلح حاله. خد التليفون، انا طبعا دخلت كنت بغسل مواعين يعني جوه، وسبته يلعب مع اخواته، وقلت لاخته خلي بالك منه لان يونس ده خرابه. تمام، سابته بيلعب، سحب ده كنت حاطاه السفره، سحبه ودب دب 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 دب, دب, دب تك هنا وتك هنا تك هنا وتك هنا، طلعت جالي صدمه عصبيه. لكم ان تتخيلوا ان انا ما ضربتهوش ولا مديت ايدي عليه، لاني جالي ذهول وصدمه بجد، واتصدمت اكتر لما لقيته ان هو 1000 جنيه. يعني انا لو كنت غسلت المواعين بتاعتي ب 1000 جنيه كنت جبت غساله بالقسط، هي غساله الاطباق دي بالقسط، كنت دفعت كل شهر 1000 جنيه، ولا انيش اسيب لابني التليفون كده. انا كنت حاطاه والله على السفره، لكن هو حط الكرسي بتاعه وطلع على الكرسي بتاع السفره وراح جابه ونزل تاني بنفس الاسلوب. وابني ده عنده سنه وتسع شهور، الله يهديك يا يونس علينا. تخيلوا لما يبقى عنده خمس ست سنين هيعمل فينا ايه؟ ربنا يهديه ويصلح حاله. و متنسوش تحطوا لي لايك وتتابعوني، لان انا بجد محتاجه متابعتكم اليومين دول ودعمكم المستمر ليا عشان نصلح التليفون. ادعوا لنا ان احنا نصلح التليفون ان شاء الله، لان بجد من اعز واجمل التليفونات على قلبي. انا معايا واحد تاني كنت مشتريها من كام شهر، لكن ده حياتي، بحبه جدا وذكرياته معايا جميله، ووش الخير عليا زي ما بيقولوا. ما تنسيش حتى اللايك اللايك اللايك.